يقولون أجدادنا أنه تمتد هي من سهل الغاب لمعرة النعمان، ولكن حقيقة ما حد يعرف نهايته. المغارة تكثرت فيها الصواعد والنوازل والترسبات الكلسية، وفي بداية الأحداث أثناء القصف صارت تلجأ لها الناس، تتكاثر فيها الخفافيش. دخلنا فيها في المسافة 100 متر تلاقي ساحة، الساحة إلها 7 أبواب، كل باب بدك تفوت فيه بدك تلاقيك ساحة ثانية، وهذا السبب أنه ما حد يحسن يفوت أكثر من هيك، وكمان في معلومة اللي هي نقص الأكسجين.